قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. فيها الرد على من استثنى بعض الكبائر، فيها الرد على من استثنى بعض الكبائر، أي من أن الله عز وجل لا يغفر لصاحبها، فالآية فيها رد على من قال ذلك، لأن الله عز وجل قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من المشركين كانوا قتلوا كثيرا ووقعوا في الزنا كثيرا، فجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، ولكن هل لأفعالنا من كفارة؟ يعني هل يتاب على من فعل مثل أفعالنا، وقعوا في القتل كثيرا ووقعوا في الزنا كثيرا، فهل لنا في أفعالنا من كفارة؟ فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ونزل قول الله سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله عز وجل قال في هذه الآية الكريمة إن الله يغفر الذنوب جميعا ولم يستثن ذنبا منها، فلا يستثنى أي ذنب، لا يستثنى أي ذنب، لأن الله قال إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأمهات الذنوب هذه الثلاث المذكورة في الآية الشرك والقتل والزنا، هذه أمهات الذنوب، والله قال إلا من تاب، فمن تاب من الذنوب أيا كانت ومهما كثرت ومهما تعددت فالله سبحانه وتعالى يتوب عليه. ولهذا في القرآن دعا الله المنافقين ودعا النصارى ودعا اليهود ودعا الذين قتلوا المسلمين في قصة أصحاب الأخدود وغيرهم، دعاهم إلى التوبة. أرسل موسى إلى فرعون ليتوب وهو يقول أنا ربكم الأعلى، فالتوبة مدعو لها كل أحد، والباب مفتوح للتائبين، من أراد أن يتوب فإن الله يتوب عليه، من تاب تاب الله عليه مهما كان ذنبه ومهما كان جرمه. ولا يجوز لأحد أن يقنط إنسانا من التوبة ومن الرحمة، والله جل وعلا يقول لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بعض أهل الجرائم الكبيرة والذنوب الكثيرة إذا حدثته نفسه بالتوبة أحضر في ذهنه جرائمه وذنوبه الكثيرة وقال هذه الذنوب مثلها لا يغفر فيستمر،
في المعاصي والذنوب، يقنط نفسه أو يقنطه الشيطان. وكم من أناس أرادوا التوبة فقنطوا أنفسهم أو قنطهم الشيطان أو قنطهم أيضا بعض من لا يفقه دين الله. ولا يجوز أن يقنط أحد من الرحمة مهما كان ذنبه، مهما كان جرمه، يقال له توب يتوب الله عليك، يقال له تدارك نفسك بالتوبة، أقبل على الله، تب إلى الله يتوب الله عليك، مهما كانت الذنوب، مهما كانت الجرائم، الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. ولهذا قال: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. معنى لا تقنطوا أي توبوا إلى الله، لا يستولي عليكم القنوط، توبوا إلى الله. ولهذا ينبغي أن يعلم أن هذه الآية الكريمة لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا في حق من تاب، هذا في حق من تاب، يغفر الله ذنوبه كلها إذا تاب منها. أما قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهي في حق من مات على ذلك، في حق من مات على ذلك. ولهذا استثني الشرك، استثني الشرك في آية النساء، قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما في سورة الزمر فإنه أطلق بما يتناول الشرك وغيره، وذلك في حق من تاب. ولهذا المشرك والزاني والقاتل والسارق وكل أصحاب الذنوب من تاب، تاب الله عليه إذا صدق مع الله تبارك وتعالى في التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.